زي ما تفضلتي 35 مليار دولار بحلول 2025 عالميا لإطلاق 30 سيارة جديدة كهربائية بالكامل بالشرق الأوسط. زي ما أعلننا باليومين الماضيين إطلاق 13 سيارة كهربائية بالكامل لمنطقة الشرق الأوسط بحلول 2025. أول السيارات الجاهزة للإطلاق هي البولت إي يو في، بنطلقها إن شاء الله بجانيوري بيناير 2022. بعدين يليها الجي إم سي هامر إي في بالربع الرابع من 2022، وبعدين بالنص الأول من 2023 بنطلق الكاديلاك ليريك. نعم، وفي مفاجآت يعني ما بين وبين إن شاء الله. هناك تحول واضح في سوق السيارات عالميا والاتجاه دوليا إلى السيارات الكهربائية، ولكن ما هي توقعاتكم للإقبال والنمو على السيارات الكهربائية في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟ نشتغل إحنا with the futurist company. التوقعات، وعندنا كمان إحصائيات تانية عندنا كمان نطلع عليها، تقريباً قاعدين بنحكي على تقريباً 10%، تقولي 10 ل 15% حلول 2030، بس يمكن كمان يكون الإقبال أكثر على المركبات الكهربائية للفئات اللي هي بنسميها اللوكسري أو البريميوم، تقريباً 20 ل 25%. من ضمن الحديث عن التحديات، هل البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط مهيئة لمثل هذا النوع من السيارات؟ وما هو برأيكم المطلوب لتحقيق هذه البيئة الجاذبة أو الجاهزة لاستقبال السيارات الكهربائية في المنطقة؟ أكيد أكيد أكيد. إحنا أول إشي عندنا اليوم رؤى حكومية، يعني بدي أقول سيريس على موضوع، وجدية بالكامل على موضوع الاستراتيجية اللي هي استراتيجية الاستدامة. نعم. والاستراتيجية هي خالية من الكربون. سو أول إشي هاي واحدة من الشغلات، طبعا دافع قوي لإلنا. بعدين رح نتعامل إحنا بخصوص البنية التحتية طبعا من شريحة عميل لشريحة عميل، يعني كل شريحة لكل عميل. نعم. بتحتاج بنية محددة. هذا قاعدين بنشتغل عليه إحنا. طبعاً إحنا دائماً بنقول إنه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كتير مهمة بالمرحلة المستقبلية. وهنا السؤال عن الشراكات التي تقومون بها كجنرال موتورز مع طبعاً حكومات المنطقة طبعاً لتعزيز سوق السيارات الكهربائية، دعنا أكثر بصورة هذه طبعاً الشراكات. طبعاً طبعاً. أول إشي طبعاً بشهر 4 ب21 شهر 4 طبعاً وقعنا بين شركة كروز اللي هي majority owned من جنرال موتورز والار تي اي رودز اند ترانسبورت اوثورتيز هون مع حكومه دبي لتوفير سيارات الكروز اوريجن اللي هي فولي اوتونوموس. بنبلش الاوبريشن ب 2023، وبعدين في خطط لتقريبا 4000 سياره هون بالامارات يكونوا موجودين بحلول 2030. عندنا كمان شراكة طبعاً في إعلان أعلناه إحنا مبارح وقلت مبارح إنه نعم بتعاون هون مع الإمارات، وزارة الداخلية، بس برضو كمان شرطة دبي وشرطة أبو ظبي، إطلاق أونستار اللي هو السيرفيس اللي هي نحكي عليها إحنا خدمة رائدة بمجال الأمن داخل السيارة بيوم 2/12/2021، كمان أكم من يوم، اللي هو بتماشى مع الـ with the National Day of the UAE.
نعم أستاذ لؤي، سؤال أيضا، منافسة قوية بسوق السيارات الكهربائية، نعلم أنه قطاع إنتاج السيارات عالميا واجه الكثير من التحديات بظل أزمة كورونا، وفي ضغوط مالية على الشركات، وضغوط أيضا متعلقة بالإنتاج بسبب سلاسل الإمداد والسيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات. هل اليوم في ضغوط كبيرة على الصناعة، وبالتالي هل تتوقع موجة اندماجات بين الشركات؟ نشوف طبعا دائما هذا الموضوع مطروح. بالنسبة للشرائح الإلكترونية، احنا متوقع انه يرجع الأمور طبيعية بالنصف الثاني من 2022، والمفروض هلا احنا قاعدين بنحط الخطط، المفروض انه هاي ما تغير من خططنا لإطلاق زي ما تفضلت أول موضوع البولت اي يو في السنة الجاي والهامر اي يو في السنة الجاي. سو خططنا لساتها موجودة، وإحنا بثقة كاملة إنه إطلاق 13 سيارة كاملة كهربائية كاملة بحلول 2025 في منطقة الشرق الأوسط.